مع سكون الليل تبدأ الحركات والتحضيرات لحملة أمنية بمديرية أمن بني سويف بالاشتراك مع قطاعي الأمن الوطني والأمن المركزي، تنطلق مستهدفة العناصر الإجرامية وتجار الأسلحة النارية والمخدرات والهاربين من قضايا وتنفيذ أحكام. يكشف الضوء الأول للصباح عن نتائج إيجابية للمداهمات الليلية. 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية يديرها 3 عاطلين ومزارع، تحتوي على بنادق وافرة خرطوش وأسلحة نارية تحت التصنيع وأجزاء من أسلحة نارية والعدد والأدوات المستخدمة في تصنيع الأسلحة. 16 متهماً تم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة نارية متنوعة، منها 6 بنادق آلية و65 طلقة مختلفة الأعيرة. نتائج الحملة: عدد من المتهمين معهم أسلحة بيضاء وكمية من نبات البنجو والحشيش وأقراص مخدرة بقصد التعاطي والاتجار، وتم تنفيذ 178 حكماً قضائياً متنوعاً. حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية أمن المنيا بالاشتراك مع قوات الأمن المركزي لضبط الخارجين على القانون من تجار أسلحة ومخدرات ورفع الإشغالات وضبط المخالفات التموينية والمرورية بنطاق محافظة المنيا. قتل مواطن واختطاف آخر كان وراءه هذا التشكيل العصابي الذي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية وسرقات السيارات. أجهزة البحث الجنائي بالمنوفية وبالتنسيق مع أمن القليوبية نجحت في ضبطهم، وهذه المضبوطات من 21 لفافة بانجو و35 كرتون بها مواد مخدرة وسيارات مبلغ بسرقتها عثر عليها مع التشكيل عند إلقاء القبض عليها. مديرية أمن البحيرة نجحت في كشف غموض واقعة العثور على جثة شخص بأرض زراعية بناحية قرية بريم مركز الدلنجات بالبحيرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة والذين قاموا بارتكاب الجريمة لخلافات مالية مع المجني عليها، فاستدرجوه إلى مكان العثور على الجثة وانهالوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة، واستولوا على دراجته البخارية وألقوا بأداة الجريمة في مصرف متاخم لمكان الواقعة.